يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح قول من يقول بأن لبس الثوب في البلاد الغربية مثل أمريكا وغيرها يعتبر من الشهرة؟ لا، ليس من الإنسان يلبس ثيابه المعتادة، يلبس ثيابه المعتادة. هم وراهم إلى جونا ما يلبسون ملابسنا، إحنا لا رحنا لهم نلبس ملابسهم، إلا إن هذا ذلة، ذلة فينا، ذلة فينا. الملابس كالمعتادة لا تتركها يا أخي. نعم.